بعد مرور 5 أسابيع من التدريب والتأهيل، شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب حفل تخريج الدفعة الثانية للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، والبالغ عددهم 86 طالبا من 31 دولة إفريقية. ويستهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة تأهيل 1000 طالب من مختلف الدول الإفريقية على 10 دفعات. البرنامج مذهل حقا، فالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة كان له تأثير كبير علينا، حيث أنه يعلمنا ويؤهلنا للقيادة، ومصر مثال للقيادة المشرفة. أريد أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي منحنا هذه الفرصة التي كنا نحتاج لها، فلا يمكن وصف مدى انبهارنا بهذا البرنامج. إذا تحدثت عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، فهناك الكثير لأقوله عنه، فهو يجمع العديد من الشباب من مختلف الدول الأفريقية لتأهيلهم للقيادة. هو حقا فرصة كبيرة لنا جميعا لتنمية مهاراتنا، فمعظمنا لديه قدرة على القيادة، وإذا تم مساعدة كل شباب مثلنا، أنا ممتنة لهذه الفرصة التي تجمع الشباب الأفريقي من مختلف الجنسيات، وأتمنى في المستقبل أن نتواصل مع القادة الأفارقة عندما نعود إلى بلادنا، ويكون لنا جولات بالمدارس والجامعات حتى نستطيع أن نعلمهم ما تعلمناه هنا، فالشباب هم المستقبل. ولذلك أريد أن أشكر الرئيس المصري على هذه الفرصة، وأتمنى أن نكون قادة جيدين بلادنا. شملت الدفعة الأولى من البرنامج تخريج 100 طالب من 29 دولة إفريقية ليعودوا إلى بلادهم آخذين صورة مختلفة عن مصر. ويضم البرنامج الجزء الترفيهي إلى جانب الجزء الدراسي حتى يصبح برنامجا نموذجيا شاملا. الحقيقة نحن سنتخرج اليوم من البرنامج، فالوقت قد مر سريعا. كنت أتمنى أن تمتد زيارتي إلى وقت أطول، فهذا البرنامج ملهم للغاية، ولا أعرف كيف أشكر المصريين والرئيس عبد الفتاح السيسي بالطبع، فلا يوجد كلمات كافية توصف ما نشعر به الآن. فأنا شخصيا سعيد للغاية وممتن، وعلى استعداد أن أخذ كل ما تعلمت إلى بلادي. بالنسبة للبرنامج، أنا فرحانة شديد أن أنا قدرت أخذ على فرصة زي دي، أني أنا أقدر أشارك، ما بس أتعلم خبرة معلومات، لأن استفدت كثير من البرنامج ده، especially إن أنا حكون إن شاء الله ليدر لما أرجع بلدي بإذن الله تعالى. طبعا البرنامج كان مفيد من جميع المعايير، ابتداء من الناحية العلمية. طبعا قرينا كل حاجات اللي ضروري إنه يمتلكها قائد مستقبلي أو قائد حاليا، يعني بعد البروجرام هذا بالضبط، من النيغوشيشن، ليدرشيب سكيلز، ثينكينج، ديزايننج، يعني كل الحاجات هذه اللي خلينا فيها كورسات مكثفة تقدر تقولي، كانت من 2 إلى 4 ساعات، واستفدنا يعني بالإضافة إلى الجانب العلمي، استفدنا أن تعرفنا على ناس من أماكن مختلفة من جميع دول أفريقيا، وممكن أن نقعد في تواصل من بعد البرنامج هذا ونستفيد من بعض، يعني في ممكن حل مشاكل بعضنا البعض أو حاجات زي كده في المستقبل إن شاء الله. بدأت فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة بعد أن أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من مدينة شرم الشيخ كإحدى توصيات منتدى شباب العالم في نوفمبر من عام 2018. فخورين طبعا وسعداء جدا ان المشروع ماشي بنجاح، وان ده تاني دفعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، المبادرة او التوصية اللي أوصى بها سيادة الرئيس في نوفمبر 2018. من أكاديمية تتبنى برنامج شبيه للبي ال بي المصري بنسخة أفريقية، طبعا ده إيمانا بدورنا كدولة جوه قارة أفريقيا فاعلة، وبأننا بنترأس الاتحاد الأفريقي السنة دي كمان فمناسبة كمان، وكمان علشان بما إن إحنا أثبتنا على الأرض إن البي ال بي كان تجربة ناجحة ورائدة، وبما إن أفريقيا قارة فتية معظم سكانها كمان من دون 40 سنة، فحبينا من مكان بناء الإنسان الأكاديمية الوطنية للتدريب يكون في المبادرة دي بالشكل اللي انتوا شفتوه، بالتفاعل اللي انتوا شفتوه، بالثراء اللي انتوا شفتوه من كل دول أفريقيا تقريبا.
وأطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.